الدور نصف النهائي الثاني كأس تونس، قوافل القفصة استقبلت يوم أمس الترجي الرياضي التونسي بالقيروان بملعب حمد العواني. المشكورين الصوت الجهوية قبل كل شيء اللي قبلت معنا بستضيف قوافل القفصة في ملعب القروان، وحبثنا باش يكون أقل مسافة لمعناها الجمهور يكون حاضر وأقل تعب. مع الأسف هذا الموجود، إن شاء الله معنا اليوم جمهورنا يكون حاضر، وإن شاء الله المقابلة تكون في مستوى قيمة الفريق أو في القفصة اللي هو ظهرات الموسم هذا. التحكيم ليسر سعد الله، ومواجهة تونسية برازيلية بين جويلي وكبرال. 3-4-3 خطة كبرال مع اعتماد دفاع الخط، و4-4-2 خطة سمير الجويلي مع اعتماد دفاع المنطقة. الحذر طغى على الفترة الأولى من المباراة من جانب القوافل وأيضا من جانب الترشي، وأكثر من 25 دقيقة كاملة ما شاهدناش محاولة اختيرة لا من قفصة ولا من الترجي أمام المرمى. دقيقة 27 الكرة تنطلق من بلال البغاني، تضيع على خالد بدرة، ينطلق لمعمري يسقط، وفتحي أمين المساعد الثاني يعلن عن تسلل ضد مهاجم القوافل. القوافل استغلت اعتماد الترجي على دفاع الخط، كرة تنطلق من الوسط من باسم النفطي، البابا جورج يراوغ ويسدد على يسار القصراوي ويعطي الأسبقية للأصفر والأخضر. فرحة كبيرة لجماهير قفصة على مدرجات ملعب حمد العواني. باقي من الشوط الأول ربع ساعة والترجي منهزم 1-0، ومرة أخرى الفرصة لقفصة وبابا جورج يسدد كرة عالية أمام المرمى. الترجي أصبح يبحث على الحلول من أجل التعديل، الشعبين يجرب حظه من بعيد، الكرة تمر فوق المرمى. دقيقة 35 قائد الترجي معين الشعباني مرر الكرة للنيجيري إنيرامو، مهاجم الترجي بمجهود شخصي ممتاز يروض يراوغ ويغالط بلال البوغانمي يعدل النتيجة قبل 10 دقائق من نهاية الفترة الأولى. المباراة تعود إلى نقطة البداية، 5 دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول. صبر خليفة لخليل شمام، في المتابعة حمود المعمري يتدخل مع لاعب الترجي والحكم يسر سعد الله يمنح ضربة جزاء. ضربة جزاء احتج عليها لاعب القوافل وهذه الإعادة. هدف الترجي مايكل إنرامو أمام بلال البوغاني ينفذ ويسجل 2-1 للترجي. هذا حمود المعمري يسدد كورته بجانب القائم الأيمن. الترجي يظهر قوة شخصية في هذا الشوط الأول ويقلب تأخره في النتيجة إلى أسبقي. وينطلق الشوط الثاني، مخالفة أولى ينفذها جهاد زروق والقصراوي يتصدى على مارتين. فريق القوافل سيطر في هذا الشوط الثاني وضغط على الترجي في مناطقه ونوع في عملياته، ومرة أخرى بابا جورج يحاول يسدد والقصراوي يبعد الكرة بصعوبة للركنية. تلعب بالركنية وبابا جورج في الاستقبال بالرأس فوق المرمى. الترجي كان يبحث على المحافظة على النتيجة ولما لا تدعيمها مقابل مواصلة فريق القوافل السيطرة لكن دون نجاح. ركنية ينفذها لمحمدي، زروق بالراس والقصراوي في المكان المناسب، الكرة مرفوعة من الخلف كزدي مهد والقصراوي يتدخل ويبعدها قبل بابا جورج للركنية. ركنية ينفذها لمحمدي، خروج خاطئ من القصراوي، البناني خليفة يلمس الكرة بيده والحكم يسر سعد الله يعلن عن ضربة 6 أمتار. مخالفة للترجي ينفذها خليل شمام، البوغانمي رجع الكرة أمام بيانفينو، الإيفواري يرفعها ويسجل الهدف الثالث في دقيقة 73. 3-1 للترجي وباقي ربع ساعة من اللقاء، هل تكون كافية للقوافل للعودة في المباراة؟ مخالفة للقوافل ينفذها فوزي خميلة والقصراوي يتصدى. المعمري يوصل الكرة لخميلة تسديده بعيد على المرمى. مخالفة للترجي ينفذها الدربالي وبيانفينو كان أمام فرصة إضافة هدف رابع. بعدها بالضبط حمود المعمري من اليمين يرفع الكرة وكزدي يتمكن من تسديل الفارق وتصبح النتيجة 3-2. يدخل مناطق الترجي. فريق القوافل حاول احداث المفاجأة والعودة في اللقاء في الدقائق الأخيرة، لكن الوقت ما كانش كافي لزملاء بابا جورج. الترجي يفوز ويترشح للنهائي وفريق القوافل ما يتمكنش من إدراك أول نهائي في تاريخه. احمد ترشح صعيب شويه اليوم، ها ماتشكوب ماتشكوب وزيد مع سخانه وكل شيء كهو. ما تنساش معناتها التاريخ اللي جات هي اللي قلقت معناتها الفرق الكل اللي لعبوا معناتها الدور هذا، والحمد لله معناتها اول كومبيتيسيون معناتها بعد راحه كيما هذه وسخانه هذاك هو ريتو بسقاه والله. شوف
ماتش يتلعب على 90 دقيقة، نحن سي نورمال كل كيب باش تاخذ اون بيريود باش تسيطر فيها، هما البيريود اللي خذاوها الأولانية جابوا فيها هدف، لكن نحن زاد خذينا من بعد دوزيام بيريود نتاع البريمير ميتون صلحنا ان بتي ديتاي معناتها على مستوى تمركز اللاعبين، سجلنا زوز أهداف، بعد سجلنا الهدف الثالث اللي كان بريسك ديتيرمينو قتل الماتش بون جيهم بونتو هما 5 ولا 4 مينوت دو لافان. معناتها الكاليفيكاسيون تاعنا ما نجموش نقولوا صعيبه، خاطر كي نقولوا صعيبه معناتها نقصوا من قيمه قوافل القفصه، القفصه معناتها سي لو كاتريام دو كلاسمون كونتر لو توازيام دو كلاسمون، وبالنسبه لنا نحن اوني كونتون دو لا كاليفيكاسيون، سيرتانمون ثم دي بوان اريفيزي اي افوار، وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب بور بيان بريباري الجمعه الجايه. ليكيب ظهرت معناتها اون فورس دو كاركتير كبيره، ديما نرجعوا في المباراه مارغيري ديبيوت اللي قبلناه معناتها غلط كنا نجمو نفداو، اما حاجه هي الترشح بالمناسبه هذه ترشح هذا الجمهور الترجي اللي حاضر هوني والامي وبابا ان شاء الله يسامحوني حتى هما يعرفوا علاش. قافل ديبي قفصه اليوم قدم مباراه كبيره ياسر، شفنا ان فون دو جو واضح، سجلنا هدف ممكن بعد تسجيل هدف اللاعبين سبونتانيمون او انكونسيمون رجعوا لوراء الخلف، قبلنا شويه اللعب، قبلنا اهداف بنفس الطريقة يعني، ونبهنا انه مايكل الرامو يلعب ظهره على الحارس يحضر الكرة لاصحابه، الاخطاء توقع في كرة القدم، عموما يعني مباراة كانت ممتازة طيبة، الشوط الثاني تقريبا شفتوه يعني سيطرة كلية للقوافل اللي بقفصة، خلق العديد من الفرص، قبل كنا 2-1 مسيطرين الهدف تحس به قاعد يمشي يجي هدف التعادل، نقبل هدف هفوة بدائية من حارس المرمى، كل حال اخطاء موجودة في كرة القدم وإذا قبل مش اخطاء في مجال أهداف، وبرغم ذلك شفنا قوة شخصية اللاعبين ورجعنا في المباراة سجلنا هدف، ممكن الوقت كان شوية باش نرجع نسجل الهدف الثالث، عموما يعني المباراة كانت طيبة. يظهر لي آخر مباراة بالنسبة لك أنت بعد معناها تعاقدك مع فريق في الخليج، شنو الصحيح في هذا الكل؟ لا لا الاتصالات موجودة، كونتاكت بوسي مع نادي خليج الإماراتي، جاوني مسؤولين وتلاقينا وتناقشنا في جميع تقريبا الأمور، اتبقى مثل ما مزيت حتى عقد مزيت على ذمة القوافل بقفصة، النية موجودة من طرفي شخصيا ومن طرف القوافل أنه نواصل التجربة، لأنه قمنا بعمل مدة تقريبا 5 شهور توا نحب وضبية نكملوا، هذا مش طلب معناه يعني لأنه الاستمرارية عندها قيمة، لانه ما نكذبش عليك ظروف عائليه ممكن يعني تخليني نخير نخدم في تونس اكثر من نخبى في الخروج توا لبرا، هذا الموجود حاليا، والايام القادمه ممكن ظاهر كل شيء ان شاء الله. المدرب سمير جويلي شنو مسيره مع القوافل؟ سمير جويلي العقد تاعي ينتهي نهار 30 جوان. معناها فماش حتى نيه للمواصله مع سمير؟ لا مبدئيا ما عندناش حتى وما خممناش فيه، فما اتصالات من مدربين اخرين ان شاء الله في الاسبوع القادم معناها يكون فما معنا قرار في الممرر اللي باش يكون في الموسم القادم. هو عنده الرغبه معناها ربما في الاستمراريه قال هكايا معناها مع القوافل، شنو رايكم انتم؟ والله شوف هو معناها بطبيعه الحال كل مدرب يكون ناجح يكون عنده النيه الاستمراريه بدون شك، لقنا فيش فما مصلحه نتاع جمعيه نحبوا نكونوا جمعيه في مستوى القوافل. ماذا بينا نكون عندنا ممرن كي سي سمير ولا يكون شخصيه اقوى باش نجموا معناها نقدموا معناها بالجمعيه اكثر ونكونوا جمعيه على مستوى جمهور قوافل القفصه.